بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. في تفاصيل جديدة حظيت بتداول واسع كما هو طبيعة حال المشاهير، فقد كشفت الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولاند تفاصيل ما قالت إنه نجدها من موت محقق بأحد العيادات الخاصة بعمليات التجميل، وذلك بعد حقنها بجرعة مخدر زائدة كادت تودي بحياتها. وقالت حليمة: اليوم شفت الموت بعيني، قسما بالله كنت راح أموت من إبرة البنج بالعيادة، لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت إن روحي قاعدة تطلع. وأضافت: قعدت أتشاهد كثيرا وأقرأ قرآن وركبولي جهاز الأكسجين والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة، والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله. وحذرت الإعلامية الكويتية حليمة بولاند بعض الفنانين قائلة: خلوا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات، والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم علشان تخلوا بالكم والله هو الحافظ. وتعتبر الإعلامية الكويتية حليمة بولاند إحدى الشخصيات المشهورة بإثارة الجدل، وتحديدا في الكويت بسبب ملابسها وتصرفاتها. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات حليمة ساخرين من تصريحاتها التي اعتبرت مثيرة للجدل ولتسليط الضوء عليها. ومؤخرا شنت قوات الأمن الكويتية حملة كبيرة ضد الفاشينيستات من أجل إجبارهم على الالتزام بقواعد الذوق العام من ناحية اللبس والمحتوى. وهذا ما أكدته الناشطة الكويتية ريم الشمري التي رأت أن حليمة بولاند هي أساس الابتذال في الكويت. وقالت ريم: لكن أين أنتم من الشخص الحقيقي الذي تسبب بهذا العري والابتذال وفتح المجال له والجميع صار على خطاه؟ هي التي ابتكرت التصوير بالروب والفوطة في عام 2016، أين أنتم عن حليمة والتي هي الملكة التي جعلت الفتيات يحزون حزوها؟ وأكدت الناشطة الكويتية إنها ليست وحدها من يطرح السؤال نفسه، قائلة: أنا متأكدة إن 99% من الشعب الكويتي بيسألون نفس سؤالي، لماذا لم يتم استدعاء حليمة بولاند؟ وبعد كل هذه التصريحات فاجأت حليمة بولاند جمهورها بارتداء الحجاب في أحدث إطلالتها عبر سناب شات، وعلقت حليمة على الصورة التي نشرتها قائلة: كلكم ناطرين هاللوك، مضيفة: أدري كلكم ناطرينه، الإعلان جه بوقته. وفي السياق اعتبر بعض المتابعين أن تعليق حليمة بولاند بيدور على السخرية من الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية الكويتية، خصوصا وأن الإعلامية مي العيدان نشرت أيضا مقطع عبر حسابها سخرت فيه من تصرف زميلتها حليمة بولاند.